اللامركزية احنا قاعدين بنشق في الصخر في العمل. احنا لما بدنا نعمل اشياء بنسوي دليل احتياجات، طبعا الموازنة بنوزعها بنسوي دليل احتياجات. دليل احتياجات لما بدنا نحط، احنا بنحط حسب الأولوية، لانه انا في منطقتي بعرف اكثر من المدير التنفيذي، انا في منطقتي بعرف اكثر من الوزير. احنا في مناطقنا معروف المناطق اللي فيها المسؤول بتلاقي كل الخدمات عندها زمان، لكن اللي ما فيها مسؤول بتلاقيها ضايعة زيها زي أي منطقة ثانية. ولذلك دائما جلالة الملك رؤيته ثاقبة في هذا الموضوع مشان أنه تتساوى العدالة بين الناس كلها كاملة. مثلا على سبيل المثال احنا في العاصمة عمان، شرق عمان وجنوب عمان بتختلف عن غرب عمان، أكيد شمال طبعاً. عمان